قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد إن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر تحدث معها حول تمثيل الإعلام في العاصمة الإدارية الجديدة، وطلبت منه إرسال احتياجاتهم من المباني وعدد الأفراد الذين يمثلون كل مؤسسة صحفية وإعلامية. جاء ذلك خلال مؤتمر لوزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة. في سياق آخر، قال اللواء حمدي عبد اللطيف مدير عام شركة العاصمة المشرفة على تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة إن العاصمة الإدارية الجديدة للشعب المصري بالكامل وليست للأغنياء فقط. من جانبه قال اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تقوم به شركات مصرية وطنية بنسبة 100%. احنا هننقل الحكومة إن شاء الله، وهننقل كل ما فيها نقلة نوعية، نقلة نوعية مش في المكان فقط، لا نقلة نوعية في الكيف. يعني حكومة جديدة في مدينة جديدة في كل شيء، تعليم جديد بمفهوم جديد سواء جامعي أو التعليم العادي ما دون الجامعي، مرافق جديدة، مرافق كلها ذكية، صحة جديدة، مستشفيات بمعايير جديدة، حتى الجامعات اللي هنا اتعمل بمعايير جديدة.